أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا من أرجوه وآمنوا سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وجميع شر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.